فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي والتحقوا بنا ضيوفنا اليوم. سعيد جدا مستقبل البطل الأولمبي صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2021. تقريبا عشنا الناس الكل فرحة كبيرة أول ما دخل الفرحة في قلوب التوينسا في الأولمبياد. خليل جندوبي مرحبا بك. عايشك، مرحبا بك أنت ومشكور على الاستضافة. شنو أحوالك؟ شنو الأمور؟ الحمد لله لاباس. حاسك مكش مستوعب ما زلت الفرحة والتتويج؟ الحمد لله. ولديت شوي 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 به. ايضا موجود معنا مدرب خليل سيف الدين طرابلسي. سيف، شنو احوالك؟ الحمد لله، يعطيك الصحه على الدعوه وسعداء جدا بوجودنا بحداكم. يعطيكم انتم الصحه خويا على الحضور وبارك الله فيكم وشرفتونا كما قلنا حكينا ايضا في الاولمبياد. الحمد لله، شرفنا التوانسة وشرفنا عائله التايكوندو ومعناه وعطينا وجه باهي على بلادنا، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. صراحه سيف، كنتم متوقعين التتويج؟ اكيد كنا متوقعين، يعني عارفين روحنا، احنا حتى صرحنا قبل ما نمشي وانا ماشيين مش من اجل المشاركه فقط، بل من معناها من اجل تتويج. والحمد لله معناها التتويج كان معناها مهم، ميداليه فضيه وكنا قراب برشا من الميداليه الذهبيه اللي هي مالوغوزمون معناها ما ربحناش الفينال، ما قدمنا مستوى باهي وان شاء الله معناها الذهبيه تكون في باريس. وانت خليل، كنت تستنى في التتويج؟ كنت مأمن بروحك؟ كنت نستنى في التتويج وكنت نعرف القرعة متاعي صعيبة، مش صعيبة مع عباد معناتها كما نقولوا نحن كبار، معناها في السيمي كبار، السيمي كبار في الميزان هذاك، ما بالونترينمون اللي ترينا فيه والحاجة واحد كيحط اوبجيكتيف معناها قدامه ويتلعب عليه برشا لازم ما يبقاش الحلم حلم، عرفت؟ باش ندخل قبل ما ندخل في الاولمبياد والجو نتاع الاولمبياد، خلينا نعرف شكون اكثر خليل جندوبي، شكون خليل جندوبي؟ التوانسه ظهر لي توا اليوم، عارف فماش توا حتى حد في تونس ما يعرفش خليل، لكن ظهر لي جمع التالي ظهر لي مش برشا كان يعرفوا خليل هكا ولا؟ مش برشا. احكي لنا شكون خليل، قدم روحك للعباد. خليل محمد خليل جندوبي، الميداليه الثانيه في الكارير بتاعه في الجوز الاولمبيك. من الاولى كانت في الالعاب الاولمبيه للشباب هكا ولا؟ في الالعاب الاولمبيه للشباب. بس يعني في هذه في الاولمبيك معناها الساعه من منطقه من جديده، اي اهم حاجه جديده، من سلت اهم حاجه سينو يتغشوا عليه من سلت الاكسبور السنه نتاع بابا. باهي، كيفاش بدا الغرام بالتايكواندو خليك؟ بدا الغرام كنت ديما نمشي للكلوب نتاع مع بابا، يبدا يريني في جروب، انا ساعات ندخل ترينا ساعات لا. بعد بابا معناها شاف فما حاجات لازم توصل لبعيد كما تو، ركز معناتها ركز معايا على الانترينمون، ركزت زادنا على الانترينمون، بدينا بالشامبيونا دي تونيزي، كل عام معناتها نجيب بريمير بلاس بريمير بلاس، دخلت للجونيور لعبت كاليفيكاسيون عملت ولعبت جوز اولمبيك جبت برونز، ما حضرتش بيك ديما سافا. وتوي كان عملنا دوزيام في جوز اولمبيك طوكيو. وقت بديت معاه انت سيف؟ بالنسبه لخليل، خليل المدرب نتاعو اللي بدا معاه واللي كونه هو سي الهاشمي جندوبي، سي الهاشمي نحيوه بالمناسبه، سي الهاشمي اللي هو مدرب كان اللي هو زاد كان المدرب نتاعي، معناها سي الهاشمي خرج برشا ابطال اخرين، يعني خرج البطل الافريقي، بطل العرب، بطل العالم، بطل اولمبي. انا واحد من الابطال اللي خرجهم، انا بطل عالم 2013. باش نجيك انت بعد عندي دوسي ليك انت. دوسي ان شاء الله خير. دوسي على بطوله العالم اللي هزيتها. بوزيتيف. باهي خليل، انت جبتو خلينا نسالك تو، علاش ما كملتش؟ ما كملتش، انا لعبت برشا، انا بديت صغير. جات فتره الحقيقه معناها سبور انديفيديوال، وانت تعرف سبور انديفيديوال تو، جات فتره اللي لازمني نشوف حياتي، يعني نمشي ننتج نخدم، فهمت؟ دونك بطل العالم لما موت تايكوندو يكون حياته ولا مش بلادنا؟ انا حياتي تايكوندو، انا كل شيء معناه خدمتي كل شيء حياتي كل تايكوندو، لكن معناها جات فتره اللي لازمني نشوف حياتي، لازمني نخدم، لازمني نتصرف، وزيد معناها جاتني بلوسير معناها نقصت في البيرفورمانس، وانا تعرف معناها كنت في باريس معناها بطوله عالم معناها بطل الفريق عدد من المرات. دونك جا الوقت اللي معناها خيرت نشوف حياتي كمدرب، والحمد لله معناها لقيت معناها الترحاب، وجيت دخلت معناها من الباب الكبير الجامعه نتاعنا اللي هي استراتيجية نتاعها تطيش ولادها، دخلت مساعد مدرب فريق الاكابر، والحمد لله معناها الفتره كانت من الاولى صعيبه كما تعرف انت، اي فريق يقول لي مدرب جديد كانت فتره صعيبه، وصارت معناها البعض من المشاكل والبعض من العراقيل، لكن الحمد لله معناها اثبتنا تو الاطار الفني الموجود
اثبتنا يعني اللي احنا معناها قادرين نحن نحصنوا التايكوندو التونسي، وعملنا نتائج تعتبر تاريخيه. ميداليه خليل، وقبل بشهر عملنا انجاز تاريخي اللي هو في بطوله افريقيا، مشاركه 7 رياضيين، عملنا 4 ميداليات ذهبيه اللي معناها عمرها ما صارت في تونس تشارك ب7 رياضيين فقط، تعمل 4 ميداليات ذهبيه احسن مصر والمغرب والكوتيفوار اللي مشاركين ب16 رياضي. الحمد لله اليوم معنا اثبتنا اللي احنا في الطريق الصحيح، وهذا الكل معنا في اطار المصلحه العامه وفي تحسين معنا رياضتنا وتشريف الرياضه التونسيه رياضه التايكوندو. مهم سيف ستاف تكنيك يكون موسع، تو فهم مدرب اول روسي، انت مساعد نتاعو، كيف كيف والد خليل ظهر لي موجود في ستاف مشاش معاكم يا محاله التركي، مهم يكون موجود ستاف كبير معناها اللاعب التايكوندو. اكيد مهم انه يكون ستاف كبير، لانه انت تعرف المنتخب راه فيه ديزاتليت معناها نيفو اولمبيك، ديزاتليت نيفو مونديال، ديزاتليت نيفو افريكا، ثم جونيور السينيور الكادي. الحمد لله اهم حاجه انه الاطار الفني تو احنا نخدموا معناها مع بعضنا في اطار معناها جو اخوي وعائله مع بعضنا. كيف كيف معناها قاعدين نزرعوا الحاجه هذه معناها في الرياضيين وفي لاعبي المنتخب انه يكون معناها الجو عائلي، والدليل انه كي تشوف انت خليل قبل ما يلعب معناها زملائه في المنتخب تشوف لي فيديو ويحضروا معاه ناس راي بالحق اللي ما يمشيش يقرا ويجي يحضر مع خليل، معناها حاجه بالحق تفرح برشا. الناس كل كيد في جهودها لخليل، كل الناس الكل راهو بالحق. ما شكون اعطيني اعطيني ما تغزلوش اعطيني شكون اللي ما حبش وما راهو فما عباد، فما العباد اللي تحبك وفما العباد ما تحبك، فما كانت عباد ما تحبش خليل يهز ميداي تو ما تحبش، اما فما عباد بالرسمي مثلا شكون مثلا مدربين شنو شو علينا. خليني انا افسر لك اكثر، خلينا احنا تحس قلبه معبد. لا لا ما يسالش، احنا تو فرحانين والانجاز هذا يرجع معناها لعائله التايكوندو بالحق، خاطر عندنا الناس نحكيو على الباهي ما يسالش، ما نحكيوش على الخايب. احنا الخايب شنو حتى خاطر راهو كان تشوف انت المنتخب وفيه الأستاذ وفيه المهندس وفيه الطبيب واعد معناه ناس واعية، معناه حتى أي إنسان يحب يخلق الفتنة ولا المجال ماهوش مفتوح معناه الناس تعرف. نحييه احنا بالحق ولاد المنتخب اللي وقفوا مع خليل بالحق. انا معناه شيء يعمل كيف تشوف كيف يشجعوا في خليل وكيف يكلموا فيه. نبدا بحذايا اصحابي على الاقل على الاقل منين، من داخل الجامعه من داخل لا منين؟ بالعكس بالعكس، لو مش المكتب الجامعي ورئيس الجامعه ما كانش فما خليل من داخل العائله الموسعه للتايكوندو نقولوا هكا باش ما تسميهاش بعض بصفه قليله معناه واحد بالمئة فهمت. خليني ميساج نكملك، لو مش المكتب الجامعي ومش رئيس الجامعه اللي خلانا وقت اللي احنا خذينا الثقه في خليل وحاطينا معنا ثقتنا في خليل باش نخدموا معاه، تعرضنا لبرشا عراقيل، وقفه الجامعه وكوفرات خليل وكوفرات معناها الاطار الفني، والحمد لله اليوم هاي النتيجه انه معناها احنا كانت اختياراتنا معناها صحيحه، وكانت معناها طريقه العمل نتاعنا مدروسه، واحنا عندنا استراتيجيه تو حتى ما كان تو قبل بطوله افريقيا هزينا 7 رياضيين معناها جانا برشا ضغط وبرشا كريتيك، لكن احنا نعرفوا شنو نعملوا معناها. ولو تو الطريقه جديده انه في المنتخب اللي يستحق مش يشارك، اللي ما يستحقش ما يشاركش. هذا على الناس الكل، كي يبدا خويا كي يبدا درا شكون معناها المنتخب المجال مفتوح كان فقط للي مش يجيب ميداليه تونس، والدليل بطوله افريقيا شاركنا ب7 جبنا 6 ميداليات. الحاجه هذه برشا ما عجبتش برشا ناس، باش نرجع لها بعد شوي ماشي باش نفلتك سيف. خليل خلينا نبدا معك انت، كمل معك انت، علاش اخترت التايكوندو انت صغير؟ علاش مشيت للتايكوندو بالذات؟ خاطر بخلاف انه الوالد مدرب تايكوندو ولا هذا هو السبب الوحيد؟ ما مشيتش للتايكوندو، انا مش لقيت كان تايكوندو ذاك علاش مشيت، اما قبل كنت صغير كنت اكور، كنت ما تعرف واحد صغير يكور بعد يمشي مغروم بالكور. لا مش مغروم، اما واحد صغير يلعب. فهمتك. ما نعرفش يكور على فكره بالحق والله. اما معناتها واحد كي لقى روحه معناتها فما كاليتي معناتها في التايكوندو كمل. حبيت تركز فيه؟ حبيت اركز فيه. تبع شويه الفوت تو الكوره، شنو جمعيتك؟ شوي شوي والله يا ريت، انا ما نعرفش الجواريت خاصه التويز بالحق ما نتبعش، اما كي تلعب المكشخه والكلوب شجع المكشخ مكشخ معناها. التحضيرات كيفاش كانت خليل؟ بعد الاولمبي بعد بديت من فيفري 2020 كانت وقت الجزء الاولمبيك 2020 بدينا نحضروا، وما جت بريد كورونا 3 شهور هذوك في الدار. بون انا ما وقفتش على الانترينمون، بقيت نترينا في الدار. خدمت فيهم مليح؟ لافونتاج اللي عندك مدرب في الدار. مدرب في الدار والكوتش سايف يجي للدار ديما. بون بعيد شويه عندك سباس ديما يجي عندنا نخلقوا سباس بدينا نحضروا في الصاله ناحيه التلفزه وكله. لا لا فوق سباس. وبعد دخلنا في 2021
عملت ديستاج كومبيتيسيون في تركيا، عملت فيها ذهب، بعد جد بطولة افريقيا عملت فيها ذهب زيادة، وعملنا اخر ستاج في كازاخستان قبل الجوز اولمبيك، وبعد دخلنا للجوز اولمبيك مشينا على هدف وجبنا الهدف والحمد لله. الحمد لله. سيف، التحضيرات هذه كانت كيف ولا كنت تحب ماخير كانت تكون نتيجة افضل؟ شوف خليل، ترشح فيفري 2020 كان عندنا برنامج تحضيرات، جاء الكوفيد والكونفينمون معناها ما وقفناش قعدنا نخدمه، لكن بالحق معناها التأجيل هذا كان في صالح خليل انه زاد ترينا اكثر وزاد تحضر اكثر، واول ما رجعت معناها الامور رجع الصفر ورجع معناها لي ستاج ولي كومبيتيسيون احنا انطلقنا في تحضيراتنا، عملنا تربص في تونس وانطلقنا زوج تربصات في الاردن، تربصات مشتركه يعني مع دول الاخرى روسيا جورجيا العديد من الدول الاخرى، زوج تربصات دورة تركيا دورة اسبانيا، تربص في روسيا، تربص في تونس اخر قبل ما نغادروا الكازاخستان اللي هو الستاج الاخير، تربص في تونس مع ستة رياضيين اللي هما معناها تقريبا في وزن خليل باش يخدموا معاه لي ستيل الكل، من بعد نقلنا الكازاخستان اللي هو التربص الاخير قبل طوكيو، معناها بالحق معناها برنامج دسم والجامعه معناها حطت كل امكانياتها الخليل، علاش؟ لانه عارفين خليل نجم يعمل نتيجه. سيف كان مشى اقل بعام عمنا والاصغر بعام، كانت يحقق ريزولتا هذه في 19 خليل هكا ولا؟ 19 كان شايف 18 مش يعمل بوديوم، يعمل بوديوم يحقق يحقق نجم يحقق حتى ذهبي، جاب سلاح العام اللي جاب سلاح، احنا زدنا خدمنا اكثر وزدنا معناها خليل مشى احسن حاضر احسن. شنو حكايه الفيزا ما حبوش يعطيوها لك البريطاني شامبيون دي مون؟ حضرت نهار اللعب من الاولانيه ريفيزي عاودت فيزا حضرت نهار اللعب. علاش شنو السبب؟ ما نعرفش، اما فما برشا عباد حتى فما واحد ايراني ما عطاهوش فيزا مشاش يلعب شامبيونو دي موند. شو تحس مقصوده معناها من ولا ليه؟ كيكا ما نعرفش، اما تعال في اخي شنو رايك سيف؟ والله بالنسبه لحكايه الفيزا هي حضرت يوم اللي يلعب خليل، خاطر عملنا معناها مجهوداتنا الكل باش يمشي قبل اللعبه، حتى معناها الاتحاد الدولي حكينا معاهم وقالوا ما يساش يجي يوز نهار اللعبه نورمال، لكن مالوغوزمون حضرت في اخر وقت، ومش خليل كهو، فما لاعب ايراني، فما بعض الدول الاخرين زاد اللي معطوه في الفيزا، كما تعرف انت الفيزا نتاع بريطانيا صعيبه. ان شاء الله تكون فيها خير. باش يشارك في كومبيتيسيون معناها صار عنده انفيتاسيون نتاعو، عنده انفيتاسيون عنده كل شيء، وعطاه الفريق الكل ما عدا خليل. سيف، التايكواندو جاب برشا ابطال اللي حتى الاولمبياد اللي فات وسامي الوسلاتي كان جاب ميداي فيه، تحس فماش اهتمام كبير بالتايكواندو من قبل، حتى مع ظهر لي حتى من الرياضيين اللي مشاو لتوكيو ما كانوش اغلبهم من المستهدفين حتى في التحضيرات. شوف التايكواندو بالحق معناها نفس الكلام اللي حكيته مع السيد الوزير والسيد رئيس اللجنه الاولمبيه، لو بالحق يحبوا كل الالعاب الاولمبيه يعملوا ميداليات واكثر من ميداليه يصرفوا على التايكواندو. يحطوا يخدموا على التايكواندو بالحق، قراب احنا ننافسوا في كوريا، ننافسوا في ايران، ننافسوا في الدول معناها الدول العظمى في الرياضه هذه. بخلاف خليل فما عندنا ملاعبين اخرين، عندنا العديد من الابطال، عندنا برشا برشا ديزاتليت صغار وقاعدين يخدموا، ما تعرفوهمش انتم كاعلام لكن هما قاعدين يخدموا. ما يصيرش فرصه سمينا ما يصيرش، شكون استناوها حتى في باريس بخلاف خليل؟ في باريس فرص قطوسي وسام الوسلاتي اللي مش يرجع في ديسمبر ان شاء الله، شيما التومي، فارس بو جمعي، والعديد تعمل لي مشكله انت نسميش حاجه. ما يصيرش التفكر وسميه ما يصيرش. هذوما جابوا ميداليات، هذوما جابوا اربع ميداليات ذهبيه في بطوله افريقيا، نعاود تمام، فراس وشيما وفارس بو جمعي. روبير بطوله افريقيا ولا لا؟ بيان سور روبير، احنا راهي افريقيا توا الالعاب الاولمبيه اللي فاتت عملت خمسه يظل ميداليات، الالعاب الاولمبيه هذه عملت خليل وزوز مصريين وكوت ديفوار، اربع ميداليات في الالعاب الاولمبيه يدل اللي قاره افريقيا قويه. خليل، اللي ما يعرفوش برشا ناس باش نقول لنا المعلومه، انك ما كنتش تدخل التصفيات هذه نتاع الاولمبياد، صحيح ولا لا؟ صحيح. فما عباد احتاجت انه كيفاش خليل ماشي للتصفيات، نقول انا سبب ولا انت؟ احتجت ولا ما احتجتش؟ فما شكون قال خليل ماشي بالاكتاف خاطر بوه مدرب بالاكتاف؟ اسمع، مش بالاكتاف، هي كيفاش بعد جافري كان جيت معناتها الاوبجيكتيف الجاي كاليفيكاسيون، فما معايا ديزاتليت ما بعضها في نفس الميزان، ما فهمين فيهاش حكايه كتاف هذه، مش كتاف، جيت فما مراسله وصلت للجامعه واداره النخبه. لا اداره النخبه لا شيء، جيت كومبيتيسيون لعبنا اللي يربح قال باش يمشي. وفما حاجات. شوف نفسر لك مساج نتصور انت عندك معلومات اكثر. انا ملم اكثر صحيح. بالنسبه لخليل كان معاه لاعب اللي هو هادي النفاتي اللي هو صديقي، معناه كان يتدرب معايا قبل،
كانوا في نفس الوزن، كانوا معناه يتنافسوا كأي رياضيين. العمر شنو قراب ولا لا؟ هادي أكبر من خليل. شوف راه في التايكوندو احنا في كل ميزان تلقى عن احنا ميزان 63 في بطولة افريقيا عندنا 7 رياضيين ممتازين، مش أي واحد برك عمل ميدالية ذهبية، يدل على أنه معناه عندنا كونكورونس قوية واختيار ناجح. كيف كيف ميزان خليل آخر وقت احنا ما كانش خليل محطوط اللي مش يلعب، كانوا محطوطين دوز أتليت هادي وخليل، فهمتني؟ ومازالوا الاخر وقت مش نعملوا احنا تربص في روسيا، كنا مش نعملوا سيليكسيون في روسيا، لكن هذي قبل الستاج هذا انسحب، فهمتني؟ كان باش تصير سيليكسيون في روسيا بالرغم انه لعب مع بعضهم في باريس وخليل تفوق، فهمتني؟ هو لازم كل ميزان واحد، كل ميزان واحد. ما نجمش يبدل الميزان، تنجم تبدل الميزان لكن حظوظك بطبيعه مش تنقص، مش كيما 58 68. دونك بعد تربص روسيا هذاك مشى شوي يعني على خليل، والحمد لله معناه خليل الوحيد اللي ترشح والوحيد اللي كان حاضر في طوكيو، وعناه وحضر معناه تشوف احسن حضور. علاش ديما نخدموا السيف على الاوزان الخفيفه في التايكواندو؟ لا نخدموا على الاوزان العاليه كما في ريو عملنا في ميزان 80 وسام وسلاتي تحت 80 كيلوغرام عمل ميدال برونز. فهمت به. في التحضيرات الجامعه والوزاره تقريبا عملوا اللي عليهم ولا كيف كيف اللجنه الاولمبيه؟ بون واش نقولك عملوا عليهم وعملوش اللي عليهم، انا اللي نقولك عليه انه بالحق معناه وجود خليل ووصول خليل اليوم المكتب الجامعي وبصفه خاصه رئيس الجامعه السيد محمد غنام بالحق امن بالمشروع وامن معناه بخليل، والحمد لله اليوم على ذاك انا بالحق ناكد انه بالحق معناه الانجاز اللي يرجع الفضل اللي هو لانه وقت اللي احنا حطينا خليل مش يمشي كما قلت انت ولد المدرب معناه تعرضنا لبرشا حاجات، ما الحمد لله معناه احنا فنيين وانا انا بطلع عالم نعرف معناه المدرب الروسي معناه مدرب كبير ويعرف يعرف شنو نعرف شنو نعمل نعرف شنو نعمل معناه الحمد لله معناه كان الشوا نتاعنا ظهر في طوكيو وخدمتنا الكل دورت في طوكيو دورت في بطوله افريقيا وان شاء الله معناه لو لقينا الدعم معناه من سلطه الاشراف الدعم وفروا لكم الدعم اللازم للتحضيرات الدعم اللازم مخلكش الدعم اللازم كنا معناه كانوا نجم يدعمونا اكثر لكن هاي احنا عملنا نتيجه واكدنا بعد ريو اكدنا في طوكيو ان شاء الله معناه يوفروا لنا الدعم اللازم باش نزيدوا نصنع ابطال باش نعطيو فرصه للولاد الاخرين. من الانتقادات حتى استاج في روسيا ظهر لقى انتقادات استاج الاخير انت ملم بكل شيء خاطر قالوا المدرب روسي ولا المدرب روسي مش يمشي لعائلته مش يمشي لعائلته وهذا شوف وهذا بالحق معناه ماذا بين ترفع الحاجات هذه وهذا عيب عيب بالحق انا حتى المدرب الروسي ما نحبوش يسمع بالحاجات هذه لانه علاش احنا اليوم مشينا لروسيا استاج ما فيهوش روسيين كو في روسيا اذربيجان مصر مصر بطل اولمبي عمل ميداليه برونزيه موجود في استاج الروسي تحت 80 بطل اولمبي لازم يدور موجود في استاج معناها عدة ابطال موجود مزيد الستيل نتاعهم مش كيفنا نحن وين ترحم على روسيا خليل أول فهمنا التكنيك موش معناها ستيل مش كيفنا خليل خلينا نفسر لك مساج خلينا نفسر خليل اول مباراه مع روسي والروس عندهم ستيل خاص نتاعهم مش معناها تكنيك مو فاست تكنيك مو ستيل نتاعهم معناها عندهم برشا خدمه في الامور الفنيه نتاعهم يختلف على الاسيويين يختلف على الاسيويين لكن الستاج هذا كان فيه الاسيويين كان فيه كازاخستان زاد فهمت دونك اخترنا ستاج تاع روسيا هذا باش نوعوا في الستيل وباش يخدم خليل مع الروسيين وكان المدرب الروسي احنا من حسن حظنا عندنا المدرب الروسي انه استدعى بعض اللاعبين معناها يجيو على النهار باش يلعبوا مع خليل الحمد لله نكل نعاود ناكد لك اللي كان النتائج هي تكذب النتائج اللي احنا ما ننساش اخويا ما نعرفوش نخطوا ما نعرفوش نخدموا لكن هاي النتائج ان شاء الله الناس كلهم ما يخافوش كيفكم كيفاش خليل فما شنو الاضافه نتاعو المدرب الروسي؟ اللي كنت تحس روحك طورت معاه انا كيفاش ريت من جونيور ريت الانتقال من جونيور للسنيور مش حاجه سهله معناها لازمك فتره انا ريت اول ما طلعت للسنيور نلقى هو اول كومبيتيسيون ما لقيتش فيها روحي عرفتها مازلت جونيور عبيد سنيور كبار ديجا تضربت برشا في يدي وبرشا ضرب معناتها نتاع انت صغير وتلعب مع الكبار اما ريت بعد الكومبيتيسيون ديك عملنا بريباراسيون به بالشفا معناها اول جوفري كان جيت عملت فيها ذهب وفي الدومي فينال ربحت المصنف الاول في ال 54 في الميزان هذاك وبعد ريت جت بريود لعبنا كاليفيكاسيون وبعد جت كورونا روحوا البلاد اول عام معناتها 2021 طلبته وانا باش يجي معناتها ديما ناكد على الكوتش باش يحضر خاطر عرفت تحس بالاضافه اللي قاعد يقدم معاه جي وك شفت معناتها النتيجه شنو كان نتيجه صحيحه باهي مشينا للاولمبياد دخلنا القريه الاولمبيه كيفاش خيتوا الجو في اليابان؟
قبل ساعة اليابان كنا في كازاخستان، جو به على الاخر تحضيرات اخر استاج معناها به حتى في الجو، جو عالمي نترينا مع عباد معناتها بروفيسيونيل دي زاتليت معناتها الاخر ايامات في الجب معناتها قبل جوز اولمبيك عباد دي بروفيسيونيل تخدم معاك تحضر معاك. دخلت زيدا غاديكا عامل بونكيف حاضر باش حاضر حتى مونتالمون باش تلعب كومبيتيون على روحك وتجيب الميداي وتروح. هذاك اللي صار في اليابان. في اليابان دخلت الجو باهي فما جو فما كل شيء. واحد عامل على حاجة انا كيفاش عديت العيد الكبير؟ العيد الكبير كيفاش تعدى غادي؟ العيد الكبير خويا نضربوا في الدجاج اللي في الدين. دجاج مش مشوي؟ لا ما عندهمش مش ما عندهمش. صعيبه سيف العيد شفتو غادي؟ والله متعودين احنا بالظروف هذه بحكم بحكم معناها لي ستاج ولي كومبيتيسيون متعودين معناها مش اول عيد. الحمد لله عيدنا عيدين على معناها عملنا عيد زوز عيد زوز عيد الحمد لله. باهي نحكيو شويه على الكومبيتيسيون. ماتش لو كما كنت تحكي في الدروسي ميخائيل اللي اسمه خمس بطل العالم وبطل اوروبا مش العالم مش بطل العالم مش الكوري بطل العالم ولدي بطل العالم الروسي العالميه الروسي وصيف بطل العالم 2017 وبطل اوروبا 2018 والكوري بطل العالم في النسخه الاخيره معناها وكان مصنف الاول في الرانكينج وفي بطوله العالم تفوق على الناس الكل معناها بسكور كبير. احكي لنا شويه على ماتش الاول ربحتوا 25-18 هذا كيفاش دخلت كنت مأمن روحك باش تربحوا خليل؟ اكيد كنت مأمن روحي خاطر القرعه نتاع الجوز الاولمبيك نعرفها عندي فما اربع خمسة شهور. التحضيرات الكل كانت مركز عليه هو؟ حضروا لي عنا برشا وكنت نجم نبدل منها البلاصه خاطر انا مانيش مرانكي نجم نلعب في دو تروا كومبيتيسيون نزيد في الرانكينج ونبدل من البلاصه. فهمتك. معناتها نمشي نشوف نصف نهائي اسهل ونضمن معناها فينال سيور. فهمتك. اما معناتها حبيت لوجهت على الصعيب معناها. لازم تعمل حاجه تاريخيه طب. ما تشوفش خليل هذا طيحك شويه فيزيكمون كي تلعب ماتشات صعاب؟ والله ما طيح شويه فيزيكمون ساعه هذه يطلعك اكثر من الارمون باش تلعب مع عباد كبار وانت امتى؟ اما يتعبوك اكثر ولا؟ ما يتعبوكش اكثر خاطر علاش؟ ريتهم هما كيفاش بداوا كيف كنت؟ من الصفر كان واحد شيء عمل المونديال بدا بهذيك انا زاد كيف كيف ما عندي صحيح ميداد برونز اما في السنيور حاجه اخرى. بديت بهو وربحته وبديت زاد بالكوري وربحت. تكنيكمون على شنو ركزتوا سيف في الماتش الاول مع روسي؟ بالنسبه للاعب الروسي شوف انت سالت خليل على اللاعب الروسي احنا القرعه عاملينها قبل تقريبا بشهرين لانه احنا القرعه نتاعنا تصير عن طريق التصنيف احنا معناها اخترنا ان نكونوا مع الروسي لانه علاش؟ انا احنا نعرفوا ستيل خليل وستيل اللاعب الروسي وغير اللاعب الروسي عندنا ثقه في خليل يربح اللاعب الروسي مع انه اللاعب الروسي راه خطير بالحق معناه كله خطير معناه لاعب عنده خبره لاعب قوي ولاعب معناه روسي روسي اليوم احسن عامله زوز ذهبيات اربع ميداليات فهم زوز ذهبيات اقوى دوله تقريبا وهي هزت العاب اولمبيه. الحمد لله معناها ركزنا الخليل معناها حضرنا الروسي بالقدا ربح الروسي. الكومبا الثاني كانت مع الاثيوبي اللي هو معناه لعب مع خليل قبل شهر تفوقنا عليه وتعدينا الكوري اللي هو حكينا شوي على الاثيوبي خليل فتقتوا من بعضه خليل الاثيوبي لعبت معه في تركيا لعبت معه في تركيا اول كومبيتيسيون ربحته زيدا ربحته معناها عندك اسفندون بسيكولوجيك عليه اي انا كنت نعرف اما الكوتش يعمل لي العب عباره ما تعرفوش هذاك علاش زدك الاتريحه اكثر من اللي فات معناتها سكول كبير معناتها ماتش كان سهل ولا ليه ولا ليه ما فما حتى ماتش سهل مش سهل اما معناتها كي تعرف كيفاش تلعب لازمك معناتها لازمك تفك طرحك بسهوله واحد كان حاضر هذاك علاش فكت راحه. اهم ماتش في البطوله هذا اللي ماتش الكوري. اهم ماتش حكيته ماتش في الكوري. حكيته حكايه باش نخليه بعد الاخبار مع سهيل السمعي باش نرجعوا نحكيوا عليه. فاصل الاخبار وبعد مكملين مع ضيوفنا اليوم في فاير بلاي في ساعتنا الاولى خليل جندوبي صاحب ميداليه الاولمبيه في اولمبياد طوكيو في التايكوندو مدرب سيف الدين ترابلسي.